مصر النهارده وعلى لسان رئيسها بتطلق مبادره سلميه لحل او حلحله الازمه الليبيه. معايا على التليفون الاستاذ رضا شعبان الباحث المتخصص في الشان الليبي. مساء الخير استاذ رضا. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ تقييم حضرتك للمبادره اللي اطلقتها مصر النهارده على لسان الرئيس السيسي. مصر عادت مرة أخرى لتثبت وتؤكد ثوابتها في التعامل مع ملف الأزمة الليبية، فمنذ اندلاع الفوضى في ليبيا 2011 ومصر كانت لديها ثوابت واضحة تتعامل في الملف بشرف، كما أشار السيد الرئيس أكثر من مرة، نتعامل بشرف في زمن عز فيه. في ظل ما معظم الدول المستفيدة تعاملت مع الأزمة الليبية باعتبارها إما فرصة لزيادة نفوذ سياسي أو فرصة لأغراض اقتصادية أو ما شابه. نعود إلى المبادرة. المبادرة طرحت خارطة كاملة واضحة، فيها وضع السيد الرئيس يده على مواطن الأزمة الليبية بشكل حقيقي وواضح. أزمة ليبيا في توحيد مؤسساتها، أزمة ليبيا في استهدافها من مشروع الإرهابي الدولي بقيادة هذا التنظيم. اسمح لي أستاذ رضا أقطعك وأقول لك، الأطراف المتصارعة كيف تستجيب لهذه المبادرة؟ يا فندم يعني دعني اولا اوضح، ليبيا ليست فيها اطراف، ليبيا فيها جيش وطني واحد وبرلمان شرعي منتخب وما عدا ذلك مجموعه من الميليشيات. خلينا نكون واضحين ونسمي الامور باسمها. نعم. لكن مع كل يعني نحن تعاملنا بالمبادره المصريه تعاملت بشكل يضمن سلامة الليبيين وسيادتهم على أرضهم وحصولهم على مستحقاتهم وحماية ثرواتهم وحقهم في الحياة وحقهم في المستقبل. في المقابل رد على المبادرة مباشرة تنظيم الإرهاب الدولي المسمى تنظيم الإخوان على لسان ممثله في ليبيا خالد المشري الذي أعلن رفضه للمبادرة المصرية. أنت الآن في مواجهة مباشرة، يعني تطرح مبادرة سلمية بنودها حق الشعب الليبي في الحياة، حقه في سيادته على أرضه، حقه في ثرواته، في المقابل يتحدث ممثل الإخوان أو ممثل التنظيم الدولي للإخوان الإرهابيين في ليبيا خالد المشري يتحدث عن ليبيا دولة ذات سيادة. أنا أكمل له الجملة، ليبيا ذات سيادة تركية، ليبيا التي يقصدها هو، ليبيا الإخوان التي يقصدها هو. إذن نحن أمام مواجهة حقيقية مع مشروع إرهابي يتوسع ويتمدد ويتحدى كل الإرادة الدولية التي عبرت عنها المبادرات الدولية. المبادرة المصرية جمعت كل المبادرات الجادة السابقة اللي هي 5+5، ولكن أين الدعم الأوروبي؟ 5+5 أحد مسارات المبادرات، ولكن نعم. مش كنا ننتظر أيضا دعم أوروبي ودولي لهذه المبادرة؟ السيد الرئيس وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته اليوم بهذه المبادرة. صحيح، هذه المبادرة خرجت من روح عدد من المبادرات الدولية، باليرمو وباريس وروما وأبوظبي والقاهرة ومؤتمر برلين. صحيح. والجميع كان مشارك في هذه المشاورات وهذه المباحثات. 12 دولة الفاعلة والمحتكة بالملف الليبي وخمس دول دائمة العضوية كلهم كانوا يشرفون على الملف، إضافة إلى البعثة الأممية ممثلة المجتمع الدولي. على الجميع السيد الرئيس وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، هذه البنود ما اتفقتم عليها سابقا وعليكم أن تحموها، عليكم أن تضعوا ضمانات لحمايتها.
يعني يعيد تذكير المجتمع الدولي بالتزاماته. نعم، نعيد تذكير المجتمع الدولي بالتزاماته، أعاد التأكيد على حق الشعب الليبي ومؤسساته الوطنية المحترمة الشرعية، التأكيد على شرعيتها وعلى تعبيرها عن الإرادة الليبية الحقيقية. قلت قبل ذلك، شايف الأيام القادمة إزاي أستاذ رضا؟ ده آخر سؤال. نعم، شايف الأيام القادمة إزاي بعد هذه المبادرة فيما يتعلق بالأراضي، المشهد على الأراضي الليبية؟ والله يعني إذا انصاعت الممثلي الميليشيات والمعبر عنهم وأبوهم الروحي أردوغان، إذا انصاع للمبادرة وهو لا يبدو ذلك، لأن العمليات ما زالت تستمر حتى الآن. صحيح، رغم صحيح. أن الجيش الليبي اتخذ إجراءات جدية وحرصا على دماء الليبيين وحرصا على احترام القرارات الدولية، فسره الجانب الآخر أو الميليشيات الأخرى بطريقة ميليشياوية وبطريقة بلطجية، أنه انسحاب وأنه هزيمة وأنه كذا، وبدأ يروج لذلك، إضافة إلى أنه لم يتوقف عن الضرب وعن استهداف حتى القوات التي انصاعت لقرار القيادة العامة للجيش الليبي بإعادة التموضع وإعادة التمركز طبقا للقرار الدولي بإخراج المظاهر المسلحة بعيدا عن طرابلس، حماية للدماء الليبية وحقن للدماء الليبية. نتمنى خيرا للأشقاء في ليبيا، وأن تعود ليبيا يعني الجارة الشقيقة يعني تمارس وتبسط نفوذها على أرضها. بشكرك الباحث المتخصص في الشأن الليبي أستاذ رضا شعبان،